السلام عليكم. مختبرنا اليوم هو مختبر 18 رتبة الليبدوبترا حرشفية الأجنحة. ومعنى حرشفية الأجنحة أن كلا الجناحين الأمامي والخلفي يكونان من نوع سكيلي وينكس، أجنحة حرشفية. أول عائلة من رتبة حرشفية الأجنحة هي عائلة البابليونيدي، الفراشات البابلية أو سنونية الذنب، مثال بابليوديمولاس. هذه الفراشة تكون كبيرة الحجم وسميت بسنونية الذنب لأن تحوي زوائد ذنبية في نهاية الجناح الخلفي، كذلك تتميز بلونها الأسود والبقع البنية. والعرق الزندي بالجناح الأمامي يتفرع إلى 4 فروع. عائلة البايريدي، مثال بايرس رابا، فراشة أوراق اللهانة، وهناك ذكر وأنثى أي الأجناس منفصلة. البصورة هو الذكر. تتميز هذه الفراشات بأنها صغيرة الحجم وألوانها بيضاء أو صفراء لأن تكتسب لون المادة اللي تتغذى عليها. وهذا الفراشة الذكر يتميز بوجود بقعة سوداء واحدة على الجناح الأمامي. أما بايرس رابا الأنثى فتتميز بوجود بقعتين غامقتين على الجناح الأمامي تميزها عن الذكر. داينادي، الفراشات الملكية، تتميز بألوانها الجميلة البرتقالية ووجود النقاط البيضاء في زوايا الجناح الأمامي، كذلك حواف الجناح تحوي شريط أسود ذو نقاط بيضاء صغيرة. هذه الفراشات من المظاهر الجميلة في دول أمريكا اللاتينية مثل دول المكسيك وكذلك البرازيل، حيث تمتلئ سماء هذه الدول في فصل الربيع بأسراب من هذه الفراشات الجميلة. نمفاليدي أو فور فوتد بترفلاي، وتسمى بالفراشات ذوات الأقدام الأربعة، سميت كذلك لأنه الأرجل الأمامية تكون أثرية وبدون مخالب، أما الأرجل ولا تستعملها للمشي. أما الأرجل الوسطية والخلفية فتستعملها الفراشة للمشي، وتتميز هذه الفراشة بألوانها الزاهية وكذلك المختلفة. اسفنجدي، عائلة عث أبي الهول، ويتميز العث بشكله المغزلي. الأجنحة الأمامية تكون طويلة وضيقة، اللوامس تكون غليظة ومستدقة عند النهاية، وكذلك يتميز بألوانه الترابية. هذا مختبر 16 وهو رتبة حرشفية الأجنحة. شكرا لإصغائكم.